مستقبل النادي الاهلي، هل بوادر خلافات بين حسن حمدي محمود الخطيب للترشح للرئاسه لو في لو اللائحه سمحت ان انتوا تبقوا موجودين يا كابتن محمود؟ برضو يا احمد نفس اللي شفناه. موضوع مهم يا كابتن. موضوع لا ما فيش، ما عنديش مشكله في اي موضوع. بس نفس الكلام يجب ان احنا نتناول هذه الامور اعلاميا. يعني النهارده الخلاف اللي مش عارف زيزو ومحمود وتقهر واللي انت بتقول ده ومصطفى عبده ومصطفى يونس، الكلام ده يا جماعه لازم احنا نرتقي عنه شويه. وده بامانه شديده جدا اللي بيتقال وما فيهوش تزويق للكلام. عشان الناس اللي بتقعد تقول لك يعني احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي لينا شكل، الشكل بتاع النادي الاهلي او قصه النادي الاهلي ان احنا ازاي نخدم هذا النادي وازاي نتوارث في خدمه هذا النادي وزي ما اتعلمنا من اللي قبلينا اللي بعدينا يتعلموا. مش مهم مين رئيس النادي الاهلي، مهم النادي الاهلي يمشي كويس. كويس. مش مهم ابدا مين رئيس النادي. احنا ما تعودناش، اولا ما فيش خلافات مع حسن خالص خالص. انا طبعا خالص. انا مشكلتي ان انا بقالي فتره بعيد وبعيد بظروف صحيه، والظروف الصحيه اتمنى ان الامور تبقى افضل يعني ان شاء الله فتره. هختم بيها السؤال ده ان شاء الله. فانا بعيد بقالي فتره. فالناس ترجمت هذا الامر ان في خلافات. مفيش اي نوع من الخلافات خالص. كويس. ممكن نختلف وجهات نظر عادي جوه الترابيزه عادي، مفيش مشكله عندنا، لكن مفيش حاجه شخصيه ومفيش حاجه تشغل بالنا ولا انا ولا حسن او حسن وانا بحكم طبعا الاقدميه وكل حاجه، مفيش حاجه تشغل بالنا الا مصلحه نادينا. كويس. مصلحه نادينا والانتخابات ومين رئيس ومين مش رئيس والكلام عم عايزين نبقى ماشيين جنب الحيط وعايزين رئيس وعايزين حاجه لا يعني. فانا حسن متعودنا ان احنا نيجي قبل الانتخابات بشهرين ثلاثه نقعد نتكلم في الانتخابات بقى. تمام. مين يا جماعه اسطح واحد يقود النادي الاهلي الفتره اللي قادمه؟ تمام. كلنا ندعمه. يطلع بقى حسن، يطلع محمود، يطلع احمد، يطلع زيد، يطلع زي ما يطلع. في النهايه احنا عايزين مصلحه هذا الكيان. مش هنختلف مع بعض عشان نتخانق مين يبقى رئيس. ده ما ينفعش، ده مش احنا يعني. لا خلينا نفترض مثلا جت الانتخابات اللي جايه والكابتن حسن حمدي قال لك انا هترشح، انا هبقى رئيس، هترشح رئيس للنادي يعني. كويس. هتبقى معانا يا رئيس زي ما انت؟ هكون معاه في منتهى الامانه. الامانه اللي هي تقتضي من امانه النادي الاهلي بقى. حسن انت تقدر ابقى معاه. حسن لا كفايه بقى. كويس. المفروض يبقى في حاجه ثانيه. لازم نكون في منتهى الامانه، ده مصلحه نادينا. انت شايف انه كابتن حسن يقدر يكمل؟ حسن طبعا يقدر. يقدر. طبعا حسن يعني يستطيع، ان حسن فكره كويس وعنده خبره كويسه. خلي بالك دايما يعني لما كان الله يرحمه كابتن صلاح سليم موجود. كويس. كان حسن يعتبر رقم اثنين. نعم. كويس. حسن دوره كان مهم جدا. ومن نجاح كابتن صالح رحمه الله عليه بقدراته هو ككابتن صالح لا وجود واحد زي حسن. كويس. دلوقتي الحال تبدل، حسن موجود وانا اللي موجود مع حسن. من نجاح حسن ان في تفاهم او في يعني اسلوب عمل اعتقد انه عمل محترم يعني يليق بالنادي الاهلي اللي بيني وبين حسن. فممكن النادي الاهلي يبقى ناجح. كويس. نحن نخسر مره بتاع ده عادي طبيعي يعني مفيش مشكله يعني. لكن نحاول دايما نعمل الصح لنادينا. فان التفاهم ده ما بتلاقوش كتير. عشان كده هو ده اساس نجاح العلاقه. برضو لو في نجاح العلاقه اللي فيها حب، العلاقه اللي فيها ود، العلاقه فيها مصلحه عامه كلنا نبص لها. وعشان كده انا متاكد ان احنا حسن لو مش قادر هيقول انا يا جماعه انا مش قادر خالص. اذا لو كابتن حسن لو انا مش قادر هقول برضو انا مش قادر. لو كابتن حسن قادر وعايز يكمل انت هتسنده؟ انا مقتنع النهارده اهو، انا بقول لك انا مقتنع بحسن. فاضلين لسه سنتين، انتوا الناس مستعجله ليه؟ لسه فاضل سنتين مين يعيش؟ كويس. فاحنا لسه دلوقتي بنتكلم بنتكلم بعد سنة. الكلام ده نقوله بقى بشكل واقعي اكتر اللي هم الشهرين ثلاثه قبل ثلاث اشهر نبقى واقعيين اكتر.